حياكم الله مع ناسك ساي فورس. اليوم تغطيتنا حق بطولة الجوجيتسو بالكويت المؤهلة لبطولة الجوجيتسو المحترفين في أبوظبي بالإمارات. تابعونا. كابتن فوزان السابج عضو لجنة الجوجيتسو في اللجنة الأولمبية الكويتية اللي منظم البطولة بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو. حياك الله كابتن. الله يحييكم ومشكورين على حضوركم اليوم. كابتن تكلمنا عن طبيعة البطولة. اليوم الله يسلمك للسنة الثانية الاتحاد الإماراتي قاعد يرشحنا ننظم التصفيات الآسيوية المؤهلة حق بطولة أبو ظبي اللي تصير كل شهر 4 تحت عاد الشيخ محمد بن زايد. الحمد لله ما شاء الله عندنا تقريبا 9 دول مشاركة البطولة هذه. ترى احنا مخلصين منافسات لوزان، منافسات وايد قويه، والحين قاعد نسوي قرعه الوزن المفتوح ونحسب ان شاء الله منافسه قويه بيننا. زين كابتن شنو الفئات المشاركه يعني كاوزان وحزم؟ الحزم عندنا الحزام الابيض والازرق والحزام البنفسجي والبني الاسود. الاوزان عندنا تحت 62 و69 و77 و85 94 وفوق 94. ما شاء الله كل اوزان كل لاعبين من الحزام الابيض للحزام هني قاعد يسوي مسيرات وايد قويه. اتوقع منافسه قويه من الكويت في الامارات ان شاء الله باذن الله. الكويت معودين كل الانديه اللي قاعد تشارك كل بطوله قاعد تجيب ميدالي. يلا موفقين ان شاء الله ومن هلا اجمعين ومشكورين واليوم شرفونا بمشاركتكم. كابتن البروفيسور احمد المصباح من منظمه جريس بارا. حياك الله. الله يحييك يرجيك. كابتن كم لاعب دشيت في البطوله وشو المدالات اللي جبتوها؟ احنا تفضل دخلنا بلاعبين اسماعيل حمد تحت وزن 69 يام ذهبيه ومحمد استبشار تحت وزن 77 وهم ذهبيه الحمد لله تفضل الله. زين كابتن الحين شفتهم تاهلوا حق بطوله ابو ظبي للمحترفين، شو تتوقع لهم في البطوله هناك ان شاء الله؟ والله راح تكون منافسه قويه باذن الله ونتمنى ان الفايت راح يكون طريقه مشرفه وراح طيب خاطر ان شاء الله ترضيكم ان شاء الله. ان شاء الله يعني كانت فتره اعداد طويله الفتره اللي طافت تجهيزا لهالبطوله عدل. الحمد لله كانت التجهيز ممتازه يعني وان شاء الله مستعدين حق الرياضات ان شاء الله. موفقين ان شاء الله كابتن ومن هلا على الله. جزاك الله خير ما قصرت. الله يعطيك العافيه. بروفيسور عبد الرحمن حمدان حياك الله. الله يحييك ابوي. شو البطوله وشو لاعبينكم؟ والله ما شاء الله البطوله خوش، بطوله حضور ممتاز، مشاركين من دول الخليج هم ممتازه. لاعبيني انا عندي واحد من الشباب فاز الحين بوزنه اخذ المركز الثاني وعندي بعد واحد ان شاء الله الحين بيلعب على النهائي بالوزن المفتوح. زين الحين هني في بوزيشنين، اللي على الارض قاعد يلعب جارد واللي فوق قاعد يلعب باسنج جارد. الحين اللي فوق قاعد يحاول يسوي باس جارد اساس ياخذ نقاط على اللي تحت، واللي تحت يحاول يا يمنعه انه يطوف او يحاول يسوي له سويب انه يقطه يسوي ريفرس حق البوزيشن او انه يخلص عليه. فهني تشوف اللي فوق الحين قاعد يحاول يطوف واللي تحت قاعد يسوي سيت اب حق سويب او سبمشن. شوف والله اداء جيد صراحه. ايوه شوف الحين اللي فوق قاعد يحاول يطوف، الثاني اللي تحت قاعد يلعب اوبن جارد والجارد مفتوح. شوف يحاول يسوي له سويب او يحاول، اللي فوق الحين قاعد يحاول يطوفها.
ايوه من تشوف من وضع اقوى باللعب الحين؟ الوضع اقوى اللي فوق قاعد يسوي باس لانه متمكن عليه، بس شوف رده مره ثانيه ما يقدر لانه اللي تحت قاعد يلعب جارد قوي. وضعيه الجارد هذه تتميز فيها الجوجيتسو، انه يلعب على ظهره يقدر يهاجم ووضعه يكون خطر تحت، بالنسبه خطر بالنسبه حق اللي فوق يعني، لانه يقدر يخلص عليه. اللي فوق ما يقدر يسوي شيء، اللهم انه يدافع عن نفسه ويحاول يطوش. اما اللي تحت يحاول يسوي سبشن، شوف شوف يحاول يقطه. معانا اليوم تغطيتنا وتقريرنا الخاص في بطولة الجوجيتسو اللي بالكويت المؤهلة لبطولة الجوجيتسو المحترفين في أبوظبي. تابعونا بالتغطيات الجاية، حياكم الله.